بصراحة بقى الثلاث أبطال اللي جايين بعد كده هم بعنوان اللي خايف يروح، يعني بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو حد عنده أي حاجة في أي حتة يكلمهم. إحنا دايماً كرم جابر وبوجي المصارع الروماني، بحس دايماً طول الوقت إن الجينات بتاعتنا متفوقة في المصارع الروماني. فإحنا معانا بطلنا الكبير الفولاذي عبد اللطيف منيع، منور الدنيا عبد اللطيف. السلام عليكم. السلام عليكم ومساء الخير. طبعا انا جاي حابب اقول النهارده ان احنا بنتغير للاحسن، بدليل ان كان قبل كده محدش بيسمع عن الناس اللي ما جابتش ميداليات. احنا النهارده موجودين مع زمايلنا ومش حاسين باي فرق ما بين الناس اللي جابت ميداليات وشرفت مصر والناس اللي جابت مراكز مشرفه. انا من ضمن الناس اللي جابت مراكز مشرفه، بس انا جاي اقول لزمايلي انا جبت ميداليه بالظبط، بدام ربنا كرمكم وجبتوا ميداليه ورفعتوا علم مصر. فهي مصر دايما يا جماعه تستحق الافضل وتستحق ان احنا كلنا نقاتل عشانها في كل المجالات، والحمد لله على نعمه الوطن. فانا بحب بلدي جدا وبفرح لزمايلي اكن انا اللي جبت ميداليه، اي حد فيهم يجيب ميداليه. انا بشكر شركائنا في الوطن في اي مجال ساهم في دعم بطل، اذا كان الساده الرعاه. طبعا بنبتدي الاول بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو قال ان الرياضه امن قومي. فطبعا الرياضه هي مهمه جدا بالنسبه لانك انت تكون قوي او ان انت تقدر تحمي نفسك او كده، في كل الحالات انت كسبان. بنشكر معالي الوزير، بنشكر شركه المتحده على دعمها دايما لنا في الوضع الاعلامي او المادي او المسانده في اي المجالات. بنشكر طبعا الساده الرعاه بكل، مش هنذكر حد بس بنشكرهم طبعا، وبنشكر الناس الوطنيه اللي بتدعم ابطال عشان بس ان احنا نرفع علم مصر. فهي مصر دايما تستحق الافضل، وانا فخور جدا بزمايلي النهارده ان هم حققوا الانجازات دي. الحمد لله ان هم، يعني انا ما حصلش نصيب انا وزميلي في المصارعه، اتظلمت في الماتش اللي طلعنا على ذهب ورضيت بنصيب الحمد لله، وحصلت لي اصابه في ماتش البرونز، تركيزي خرج خالص بره الماتش، ولكن زمايلي جم بعد عوضوني اذا كان احمد ولا ساره، ففرحتي كملت والحمد لله مش حاسس باي فرق ان انا ضاع مني الميداليه، لان في ناس تانية جت رفعت علم مصر واتطمنت على بلد الحمد لله. وانا فخور جدا بزمايلي وجاي بهنيهم النهارده، وبشكركم جدا النهارده على ان انتم موجودين. فهي الرياضه ثقافه شعوب، وانا بشكركم جدا على ثقافتكم وتشجيعكم لينا دايما ودايما في التقدم. وزي ما قلت انا او اي حد من زمايلي، المهم ان مصر دايما تفضل في المقدمه، وانا بشكرك جدا. والله العظيم احنا اللي بنشكرك يا عبد اللطيف على الكلام الحلو والمعاني الجميله اللي انت قلتها دي. هعمل بس اتفضل معالي الوزير. يعني اضافه، عبد اللطيف يعني سواء في اعداده قبل، يعني ناس كتير تحديدا لعبه المصارعه يمكن بيحصل لها اختراقات، طب ما تيجي تلعب بره. انا بتكلم على حاجه يمكن ما حدش كتير يعرفها، وحتى هو موجود واحنا يعني في باريس وخلاص، بدأت تليفونات كتير برضو من ناس يعني قد يكون مش عارفينها، او هو يعني ما تيجي تطلع بره. الحقيقه كان في دور كنا مهتمين جدا بيه، هو ازاي البطل يبقى فيه ليه ثقافه تانية، ثقافه ولائه، ثقافه انتمائه لبلدنا. وشفنا ده في حكاية وطن، ويعني فخامة الرئيس في كلامه واضح، لا ناخد بالنا من ولادنا، وده كان مرصوده احنا زودنا. لكن مهما كانت الزيادات الحقيقة كان لازم نقول لا، ولادنا دلوقتي بقى بالشكل ده. وهو الحقيقة يعني كتير كلموه كتير وانا عارف، واحنا هناك وكلموا كمان بيته هنا، وهو رد يعني الرد اللي من غير ما نقوله. عشان كده يمكن احنا سواء مع الاكاديميه الوطنيه او مع اكاديميه ناصر، الحقيقه البطل ده والابطال يعني كان في برامج تانية موجوده اللي بتسلح ولادنا بوطنيتهم، وده المنتج يعني اللي عبد اللطيف بيقول عليه. وان شاء الله الدوله المصريه وراكم لابعد مدى علشان تحققوا حلمكم وحلم الدوله المصريه. ان شاء الله. شكرا جزيلا معالي الوزير. لو في اسئله يا جماعه البطلنا عبد اللطيف منيع، اتفضل. مساء الخير، برحب بحضراتكم وبرحب بأبطالنا اللي شرفونا واللي خلونا فخورين جدا بان احنا مصريين. والحقيقه الشعب المصري دايما بيجري ورا كل حاجه بتدي امل، وانتوا اديتونا امل كبير قوي في ان احنا نقدر نحقق ارقام قياسيه ونحقق حاجات عالميه. انا محمد شاهين مراسل قناه سي بي سي، عندي سؤالين. سؤال لابطالنا اللي يعني ما كانش ليهم نصيب في التوفيق في البطوله ديت، وهو انه احنا ان شاء الله هنستعد بقى ازاي للي جاي. احنا يعني واقفين معاكم وداعمينكم، وهنستعد ازاي ان شاء الله
رمضان اللي جاي باذن الله. السؤال الثاني لسياده الوزير، طبعا احنا تابعنا توجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره اللي فاتت بتقييم اداء الاتحادات الرياضيه اللي اشتركت في اولمبياد باريس، فايه هي الاجراءات اللي احنا هنتخذها ان شاء الله، وهل بدانا بالفعل نتخذ اجراءات ولا لا؟ شكرا جزيلا. اتفضل مع الوزير. لا احنا بدانا مش هنبدا، وده توجيه، والحقيقه هيئه الرقابه الاداريه ووزاره الشباب والرياضه الحقيقه في شغل يعني مكثف جدا، لان في من البدايه خالص قبل بدايه بعد طوكيو على طول، الحقيقه كان كالمعتاد بيكون في انتخابات. طوكيو خلصت شهر اغسطس 2023، انا اسف 2021، العمليه الانتخابيه للاتحادات خلصت بنهايه السنه، بدانا من يناير ان احنا نحط الخطه الجديده. من يناير كان في مع اللجان العلميه ولجنه التخطيط باللجنه الاولمبيه كل اتحاد، هو 28 اتحاد حط التوقع بتاعه والبرنامج. البرنامج ده حولناه الى تدفقات ماليه ومتابعه شديده جدا. الحقيقه اللي بيحصل دلوقتي ما بين النتائج اللي حصلت وما بين التوقعات السابقه وما بين البرنامج اللي تم وما بين الدعم المالي، هو ده او هي دي النقاط اللي موجودين فيها، سواء يعني الهيئه المحترمه الرقابه الاداريه او وزاره الشباب والرياضه، وبنعمل مراجعه شامله لكل هذه الاجواء، ويخرج بشكل سريع جدا تقرير شامل علشان كمان التوجيه الاستعداد بشكل افضل وحتى لا يتكرر بعض الاشياء. شكرا. اتفضل عبد اللطيف، كان في سؤال ليك. بالنسبه طبعا للتجهيزات، طبعا هو الاعدادي الاولمبي، وانا برضو حابب اتكلم على الناس ان هي علقت على المليار 250 مليون. طيب تمام، احنا ما فيش مشكله، خلينا احنا صرفناهم على جميع الالعاب كلهم على مدار 4 سنين. طب تعالى نشوف الدول العظمى صرفت كام على مدار 4 سنين بالابطال بتوعهم. احنا ما خدناش المليار، جبنا بهم فيلل وعربيات، معلش انا اسف يعني. اتصرفوا طبعا على ناس، لما تطلع بطل مصري بحجم يمثل دوره مصريه اكيد ما تستقلش المبلغ ده خالص، لما تيجي تبص على الدول العظمى بتصرف قد ايه. طبعا هي ما اتصرفتش على مدار 6 شهور او سنه، هي اتصرفت المليار 250 مليون اتصرفوا على مدار 4 سنين على جميع الالعاب، وده مش رقم كبير جدا بالنسبه لدوره اولمبيه. الدول المتقدمه بتبدا في الاعداد الاولمبي على مدار 4 سنين. احنا نتمنى ان احنا نمشي بالنهج ده عشان خاطر ان احنا نقدر بدل ما نجيب 3 ميداليات نجيب اكتر، زي ما انا قلت بلدنا تستحق اكتر من كده. شكرا. معلش الجزء المالي طبعا انا بشكره ان هو فتحه. هو الحقيقة احنا اعلنا فعلا الارقام، الرقم الاجمالي بس لعدد اللي تأهل هم من 28 22 اتحاد اولمبي، 6 لم يتأهلوا من الاتحادات. الحقيقة البداية كانت طلبات الاتحادات كلها حوالي 825 مليون جنيه للإعداد. الحقيقة اللجنة العلمية بالمناقشات هي وصلت 527 مليون جنيه تقريبا، يعني أبس أو داون حاجات بسيطة. الحقيقة الرقم ده هو بس للإعداد الأولمبي، أما للرياضة والبطولات اللي اتنظمت والمعسكرات وطلبات المدربين، لأن كل الاتحادات الحقيقة ما فيش مدرب الطلب على أعلى مستوى إلا ما وفرناه. الحقيقة حتى الجزء الخاص بالعملة، لأن البطولات الرياضية هو بيسافر حجوزاته بالدولار، الإقامات بالدولار، البلاد هناك معظمها يعني في العالم بيكون حتى بدلات الانتقال أو الفيز اللي بيكون موجود فيها اللاعب بالدولار، فعشان كده احنا تقييمنا كله بالدولار. الرقم كله هو 11 مليون دولار يعني بالأرقام اللي هي بس للإعداد الأولمبي، وده مش رقم كبير على يعني ندينا نموذج لأحمد لوحده. طيب جنبه مهند نفس الموضوع، سلمة نفس الموضوع، ده تيم. المصارعة الحقيقة زيها زي التايكوندو، كل ده يعني شيء مهم جدا ان يتم ده. لكن احنا كمان كان في برامج تانية، برامج الرعاية، لان ولادنا دول كنا عاملين لهم برامج رعاية من شركات كتيرة وبنوك، قطاع البنوك المصري والبنك الاهلي وبنك مصر وشركات بتدير يعني الموضوع ده، فكان في رواتب لولادنا دول غير الجزء الحكومي بشكل يعني معتدل او بشكل مستدام. فالحقيقة كل ما هو مناط
اقتصادي، ودي حاجات داخلية يعني اقتصادي داخلية يعني خاصة بينا للتطوير، بتتعمل وهتتعمل عشان استدامة منظومة الأبطال، لأن احنا يعني الموضوع والفكر اختلف تماما. وده المنظومة عناصر، هل المنشآت اللي هيلعب فيها أولادنا طليق بيهم كأبطال؟ كان لازم نحط علامة صح. ده مصر فيها دلوقتي أكبر وأرقى مدينة أولمبية، احنا سافرنا طوكيو وسافرنا باريس، الحقيقة مفيش زي اللي عندنا في العاصمة الإدارية، أو عدد الصالات اللي موجودة أو المنشآت. المركز تدريب المنتخبات القومية في المعادي على أعلى مستوى، وده 366 يوم الفرق قاعدة فيه، بالإضافة إذا كان في معسكرات خارجية. الحقيقة إعداد البطل اقتصادي على المستوى الاقتصادي أو المستوى الفني شيء مش سهل، وإحنا شفناه وشفنا دول هناك كتيرة وكبيرة، يعني يمكن بس مصاريف السفر أو تجهيز حاجتها يعني بشكل أرقام، لكن إحنا عملنا ما هو معتدل وبيسموه fit for purpose يعني. شكرا. شكرا جزيلا معالي الوزير. مش عايزين حد يزعل عبد اللطيف يا جماعة، أنا اللي واقف معه على الستيج، فمش عايزين حد يزعله بعد إذنك. جبر. طيب.